ما زالت متابعتنا مستمرة، ومعنا على الهاتف الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية. مرحبا بك من جديد دكتور أحمد. يعني كيف تقيم هذه القمة الثنائية التي تعقد في القاهرة وتستضيفها القاهرة برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمير قطر؟ طبعا هذه القمة تأتي في سياق العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وقطر، والتي تعكس حرص البلدين وقيادتي البلدين على تطوير هذه العلاقات بشكل مستمر على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والعلمية والأمنية، وهي تعكس حقيقة ما توليه مصر للدائرة العربية من تعزيز الموقف العربي ومن تعزيز علاقات مصر مع الدول العربية في إطار العمل على تعزيز المنافع المشتركة وتنسيق المواقف ومواجهة التحديات. وهذا مرتبط بالتحديات بالطبع، الوضع الآن في الحرب على غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي ومساعي مصر الحثيثة سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو العربي في تعزيز الموقف العربي والورث موقف عربي موحد حقيقة من أجل وقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، العمل على وقف إطلاق نار شامل، العمل على تعزيز الهدن الإنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية، العمل أيضا على المسار السياسي بالتزاوزي مع المسار الأمني، وهو العمل على حل هذا الصراع من جذوره من خلال بالطبع حل الدولتين الذي أكدت عليه مصر مرارا وتكرارا، وتأكيد الثوابت العربية وثوابت القضية الفلسطينية في رفض التهجير القسري، في رفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري، في رفض توطين الفلسطينيين في سيناء. وهذه الثوابت المصرية حقيقة جعلتها مصر خطوطا حمراء، ولذلك هذه القمة تمثل أهمية كبيرة في إطار هذا التحرك المصري، في إطار أن مصر الآن تمثل تيار الاعتدال، تيار الاحتواء، تيار المنحاز إلى القيم الدولية والقانون الإنساني والمنحاز إلى السلام والاستقرار، وفي مواجهة هذا التيار الذي يقود المنطقة إلى التصعيد وإلى الهاوية حكومة الصخور في إسرائيل. هناك انحيازات غربية وأمريكية للجانب الإسرائيلي دفعته يتعنت حتى في مجرد حتى هدن إنسانية، ويصر على استمرار هذا العدوان على الشعب الفلسطيني واستهداف المنشآت المدنية والمستشفيات. وهذه القمة حقيقة الثنائية تأتي طبعا قبل يومين من قبل يوم واحد من القمة العربية في المملكة العربية السعودية، وهي تعكس حقيقة هذا التحرك المصري المنحاز دائما للشعب الفلسطيني الشقيق لوقف هذا العدوان، تخفيف المعاناة، إدخال المساعدات الإنسانية لمصر. الآن تمثل ثقل، وهي الآن الدولة المفتاحية والمركزية في منطقة الشرق الأوسط، وتمثل حقيقة الفاعل الرئيسي في تفاعلات المنطقة، وبالتالي هذا التحرك المصري هو جزء من الاستراتيجية المصرية الواضحة في السير على المسارات الثلاث: المسار الإنساني ودعم الفلسطينيين، تخفيف المعاناة، والمسار السياسي فيما يتعلق برفض مخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية، وأيضا على هذا المسار السياسي العمل على تأكيد حل الدولتين والانطلاق إلى بحث وحل هذا الصراع من جذوره. ثم هناك الصراع الصعيد والمسار العسكري والأمني، وهو العمل على احتواء هذا الصراع ومنع تحوله وانتشاره في المنطقة. ولذلك هي تمثل قمة مهمة، هي بتعكس خصوصية وتميز ومتانة العلاقات القطرية المصرية. يعني دعني أتحدث عن نقطة هامة، وهي حل الدولتين. برأيك كيف يمكن تسوية هذا الموقف وإقامة حل للدولتين بالفعل؟ يعني بالطبع، يعني دعينا دائما نقول أن ما حدث اليوم أو ما حدث من انفجار ويحدث الآن من يعني صراع في المنطقة، وهذا العنف وهذا يعني الدمار وهذا المشاهد المأساوية، ما هو نتاج إلى ما هو عرض إلى مرض. هذا المرض هو غياب الأفق للتسوية السياسية، هو استمرار الاحتلال، هو أن هناك حكومات إسرائيلية متشددة في إسرائيل تغذي بيئة التطرف والبيئة الصراعية، وبالتالي كانت هنا المقاربة المصرية واضحة، والرئيس السيسي أكد مرارا وتكرارا ومنذ فترات كبيرة بأن القضية الفلسطينية هي مفتاح الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. إذا أرادت قوى الكبرى والعالم أن تكون هذه المنطقة منطقة استقرار، وبالتالي ستنعكس إيجابا على كل دول العالم، لابد من حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا. هذا الحل العادل ليس وفقا لما تريده إسرائيل، السلام على الطريقة الإسرائيلية، مجرد دولة فلسطينية كانتونات معزولة في الضفة وغزة واستبعاد القدس واستمرار سياسة الاستيطان والأمر الواقع والانتهاكات، وإنما السلام العادل والشامل، وهو دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين. هذا هو السبيل الوحيد فقط ونؤكد على فقط لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، لأن هذا الحل أولا سيحقق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني،
سينشئ بيئة تعاونية في المنطقة بدل بيئة الصراع والكراهية وهذا الدمار الذي يدفع ثمنه الأبرياء والمدنيون. مصر دائما مع مقاربات التنمية والازدهار، مع مقاربة السلام والاستقرار، وأن السلام الدائم والاستقرار الدائم يتطلب حلول دائمة وعادلة. أما ما دون ذلك من حلول ما فهي طبعا لن تحقق الاستقرار، وبالتالي ما نراه الآن من هذا العنف الدموي الذي يعني يدمر القلوب حقيقة، وهؤلاء الأطفال والنساء الذين يدفعون الثمن بلا أي ذنب هو نتاج غياب حل الدولتين، غياب حل عادل وشامل. ومن هنا التحركات المصرية على المستوى العربي مع الأشقاء لبلورة موقف عربي موحد حقيقة يمثل جبهة داعمة للجانب الفلسطيني، يمثل جبهة أيضا موازنة لهذه الضغوط الدولية وهذه الضغوط والمواقف المنحازة للجانب الإسرائيلي. أيضا تحركات مصر على المستوى الدولي والمنظمات الدولية، ورأينا أن مصر كانت في المجموعة العربية التي قدمت مشروع للجمعية العامة تحت صيغة الاتحاد من أجل السلام، ووافقت عليه 120 دولة لتعكس أن هناك إرادة جماعية. يعني نجحت مصر حقيقة في عادة تغيير الدفة والبصلة من انحيازات لإسرائيل وإلى إلى انحياز إلى الرؤية الواقعية والمعاناة الفلسطينية والانحياز إلى الشعب الفلسطيني. رأينا تغير مواقف الدول، رأينا تغير مواقف الرأي العام بفضل وبتحرك الدبلوماسية المصرية، بفعل الإعلام المصري الذي نقل الصورة الحية بالصوت والصورة ومعاناة الفلسطينيين في ظل ازدواجية غربية سياسية، في ظل ازدواجية عالمية. وبالتالي هذه القمة المصرية القطرية هي تأتي جزء من هذا التحرك المصري الدائم والمتواصل المكثف على المسارات الثلاثة في دعم الأشقاء في فلسطين، في دعم القضية الفلسطينية. وأعتقد أن هذه مخرجات هذه القمة ستمثل أهمية كبيرة، نظرا لأن مصر وقطر أيضا لديهم يعني علاقات قوية، لديهم أيضا يعني انخراطا واضحا في القضية الفلسطينية في غزة، وهذا يمثل أهمية كبيرة حقيقة. وبالتالي هذه القمة تأتي في السياق هذا ما تقوده المسيرة المصرية الرشيدة النزيهة الفاعلة وجهود الرئيس السيسي المتواصلة ليلا نهار حقيقة لوقف هذه المأساة، وقف هذا نعم. دكتور أحمد، وأنت خبير في العلاقات الدولية، يعني مع هذا الاعتداء الغاشم والذي يعني استهدف 70% منه النساء والأطفال، هل ستعاقب إسرائيل في المحكمة الدولية أم ستتغافل عنه المحكمة الدولية مع كل هذه الأفعال الشنعاء؟ يعني في العلاقات الدولية بين مقاربتين، المقاربة الواقعية والمقاربة المثالية. المقاربة المثالية تقول أن ما تقوم به إسرائيل هو جرائم حرب ومتكاملة الأركان، استهداف المنشآت المدنية، قتل الأطفال، قتل النساء، منع الكهرباء، الماء، الغذاء، الدواء. هذا الحصار الشامل هو يمثل جرائم حرب وانتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، اتفاقات جنيف الأربعة 49 وبروتوكولاتها الملحقة بها في عام 77. وبالتالي وهذا ايضا بشهاده المنظمات الدوليه، برنامج الغذاء العالمي، الامم المتحده لشؤون حقوق الانسان والمفوضيه مفوضياتها لحقوق الانسان، ايضا منظمه الصحه العالميه، الكل يقول ان حتى يعني اخلاء المستشفيات والمرضى من باخلائها بهذه الطريقه يمثل حكما بالاعدام على الفلسطينيين. وبالتالي هنا هذا اسرائيل هذه جرائم يحاكم عليها القانون الدولي الانساني، المحكمه الجنائيه الدوليه، ولكن من الناحيه الواقعيه حقيقه، وهذا للاسف تعكس الخلل في النظام الدولي وعورات هذا النظام، ان هناك مظله حمائيه امريكيه غربيه للجانب الاسرائيلي، وهذه المظله الحمائيه تمثلت في اولا اجهاض اي مشروع قرار في مجلس الامن الدولي، حتى ليس فقط يدين اسرائيل، يعني لا، حتى مجرد الوصول الى هدنه انسانيه كما راينا في مشاريع القرار المشروع القرارات الروسيه وغيرها والتي اجهضتها امريكا. ايضا المحكمه الجنائيه الدوليه لكي يتم رفع قضايا اما بثلاث طرق، اما من خلال مجلس الامن الدولي وهو معطل ومستبعد، او من خلال دوله عضو في المحكمه واسرائيل ليست عضو وامريكا ليست عضو ايضا ولن تلتزم، او من خلال المدعي العام. واعتقد ان المدعي العام تحكمه اعتبارات رغم انه جاء الى معبر رفح واعطى رساله للعالم بان ما تقوم به اسرائيل هو جرائم حرب. لكن المشكله ان المظله الحمائيه الامريكيه لاسرائيل جعلتها تتمادى بل تتحدى المجتمع الدولي والاراده الدوليه، وبالتالي امام هذا التوافق العالمي وفي الجمعيه العامه للامم المتحده، امام هذا التعاطف الدولي والمظاهرات في كل انحاء العالم، امام هذه المشاهد الماساويه للاطفال والنساء، ومع ذلك اسرائيل تصر على استمرار في القصف والقتل الجماعي وارتكاب هذه المجازر ضد الشعب الفلسطيني في جرائم لم يشهدها العالم حتى منذ الحرب العالميه الثانيه، وكل هذا نتيجه لان هناك ازدواجيه غربيه، ان النظام الدولي سواء في بعده القانوني الدولي في مجلس الامن الدولي والامم المتحده، او في بعده السياسي والاستقطاب الدولي، او في بعده الانساني والمنظومه القيميه الدوليه، كلها انهارت فشلت حتى في تحقيق الحد الادنى
من الحماية الإنسانية للأطفال ونساء قطاع غزة. لكن أنا في اعتقادي أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، مهما كانت إسرائيل ومهما تمادت في قوتها، مهما كان الحياز الأمريكي. أنا في اعتقادي أن مهم جدا طبعا توثيق هذه الجرائم بالصوت والصورة، توثيق كل هذه الأمور، لأن الوقت سيأتي لكي تحاسب إسرائيل ومرتكبي جرائم الحرب فيها. لكن على الأقل الآن الدور العربي والجهود العربية والجهود المصرية استطاعت أن تحقق على الأقل نقلة نوعية في تفاعلات النظام الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. الآن الغالبية من دول العالم، من شعوب العالم، أصبحت الآن تتعاطف مع الفلسطينيين، تتعاطف مع هذه المعاناة الإنسانية وهذه المظاهرات الضخمة. كل هذا لأن استطاعت مصر حقيقة ودورها على 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 الأرض وتحركاتها الدبلوماسية. إذن دعني أسألك، هل هذه الضغوط أو المظاهرات الشعبية الرافضة لما يفعله الاحتلال الغاشم في فلسطين ورفضه لقتل المدنيين العزل من النساء والأطفال، يعني إذا افترضنا أننا نرى بعين الشعوب فهناك رفض كبير من الشعوب حتى شعوب الدول الغربية، هل ممكن أن تكون هذه قوة مؤثرة على الحكومات الغربية وعلى الدول الغربية؟ يعني نحن واقعيين، هذه المظاهرات وهذا التعاطف والتغير الجذري للرأي العام تحديدا الغربي في التعاطف مع الجانب الفلسطيني لم يترجم حتى الآن إلى شكل ضغوط حقيقية على حكومات هذه الدول، خاصة حكومات غربية وأمريكا اللي كانت تضغط بتترجم بدورها هذا الضغط إلى ضغط حقيقي على الجانب الإسرائيلي. نعرف أن الطرف الوحيد القادر على يعني كبح إسرائيل والضغط عليها بما لديه من أوراق عسكرية وسياسية وأمنية هو الجانب الأمريكي. أمريكا حتى الآن متماهية مع الجانب الإسرائيلي، وللأسف أيضا المواقف الغربية، هم يقولون هم فقط بدأوا يستجيبوا لضغوط الرأي العام في المسار الإنساني، يعني الحديث عن هدن إنسانية، الحديث عن حماية المدنيين، ابدأ مرونة. لكن فيما يتعلق بالمسار العسكري وإطلاق يد إسرائيل واستمرار القتل وما تقوم به في غزة، لا أحد يتكلم، الكل يتكلم كما رأينا في المجموعة السابعة، حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، حق إسرائيل في تحقيق أهدافها. وبالتالي حتى من الصعوبة الحديث حتى عن مسار إنساني، عن هدن إنسانية، عن تخفيف المعاناة في ظل استمرار هذا القصف وهذا العدوان واستهداف كل غزة، المستشفيات. يعني لا توجد منطقة في غزة إلا بتستهدف من جانب إسرائيل، هناك مخططات لتهجير الفلسطينيين كثرا. وبالتالي هذه الضغوط الدوليه تمثل طبعا هي جزء مهم في التعاطف مع الجانب الفلسطيني، وعادت القضيه الفلسطينيه مره اخرى الى قلب اجنده السياسه العالميه، والقت الضوء على انه هناك شعب يعاني، هناك احتلال، شعب من حقه ان يكون له دوله مستقله ويعيش في سلام واستقرار. لكن الواقعيه ومنطق المصالح ما زال يحكم سياسات الدول الغربيه والجانب الامريكي، الذي يبكي من ناحيه انه مع الجانب الانساني والهدى الانسانيه، ومن ناحيه اخرى يطلب هذه إسرائيل ولا يطالبها بوقف شامل لإطلاق النار. وبالتالي كلما استمر هذا العدوان، كلما استمرت التكلفة الإنسانية وزادت معاناة الأطفال والنساء وزادت في مأساة حقيقة لم نشهدها منذ عقود كثير. إذن هل يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض على إسرائيل وقف إطلاق النار؟ في الوقت الحالي نقول أن أمريكا قادرة وليس راغبة، بمعنى أن أمريكا لديها القدرة على الضغط على إسرائيل، لأن أمريكا التي تزود إسرائيل بالمعدات العسكرية، هي التي تبعث لها المساعدات وحملات الطائرات، بل نقول أن هناك استشارات استخباراتية منخرطة في القتال مع الجانب الإسرائيلي، لكن ليس لديها الرغبة، بمعنى أنها تقول لوقف إطلاق النار حاليا تحت دعاوى ومزاعم أن هذا سيفيد الفصائل الفلسطينية. وبالتالي طالما أن الموقف الأمريكي الذي تحكمه اعتبارات انتخابات الرئاسة اعتبارات سياسية، رغم أن هناك الآن انقسام أمريكي، هناك رأي عام أمريكي متزايد ضد هذه الحرب وضد الحياد، حتى إدارة الرئيس بايدن الأعمى للجانب الإسرائيلي حتى داخل الحزب الديمقراطي، وهناك مطالبات في الكونغرس الأمريكي، ومع ذلك تستمر الإدارة الأمريكية في هذا الخطاب المتضارب المزدوج المتجاوب، والذي يبدي ظاهريا التجاوب مع الجانب الإنساني وهدى الإنسانية، لن تسمن ولن تغنى من جوع. وفي الناحية الأخرى يطلق يد إسرائيل، يرسل إليها المساعدات العسكرية ويشجعها على المضي قدما. وبالتالي الرغبة حتى الآن لم تتوفر لأن أن تضغط الأمريكا بشكل حقيقي. لكن أنا في اعتقادي مع استمرار الوقت هذا سيكون خطأ استراتيجي أمريكي، سيكلف أمريكا الكثير. ولذلك نجد أن الصحف الأمريكية وسائل الإعلام بدأت تحذر إدارة الرئيس بايدن بأن سياستها المنحازة بشكل أعمى لإسرائيل ستجعلها تخسر جيلا من العرب من المتعاطفين مع أمريكا، وبالتالي هذا يمثل تهديدا استراتيجيا للمصالح الأمريكية ولعلاقاتها في المنطقة. وبالتالي في النقطة التي ستتحول إسرائيل لعبء استراتيجي على أمريكا وتهز صورة أمريكا في العالم، مصالحها في المنطقة، صورتها كدولة كانت مفترض أن تدافع عن حقوق الإنسان والقيم الإنسانية، ولكنها انحازت ورأت وصمتت أمام مشاهد الجرائم، كل هذا ربما قد
تدفع أمريكا إلى الأقل الضغط على إسرائيل لوقف أو على الأقل هدن إنسانية. ما نشهده الآن هناك تراخي أمريكي، هناك تشدد إسرائيلي في مقابل هذا الضوء الأخضر الأمريكي، وبالتالي ما يدفع ثمنه حقيقة هو الأطفال والنساء والأبرياء وهذه المشاهد التي تدمي القلوب. نعم، يعني هناك يعني سيناريوهات وضعها نتنياهو والقادة العسكريين، يعني كانت هذه السيناريوهات بديلا عن الاجتياح البري والذي يعني تم الإعلان عنه منذ يعني أيام سابقة، ولكن هذا وتم التراجع بعد ذلك أن هذا ليس بالاجتياح البري. يعني البعض يقول أن هذا التراجع لما لأن إسرائيل لم تحقق التقدم المرجو أو المرغوب فيه. يعني كيف برأيك تثمن أو كيف ترى وتقيم العسكرية الإسرائيلية بعد ما مضى من هذا التوقيت؟ يعني في الواقع أن إسرائيل في البداية علت من سقف طموحاتها وأهدافها في غزة، قالت أنها ستنهي تماما حكم حماس، قالت أنها ستقضي تماما على القدرات العسكرية، قالت أنها ستقوم بتحرير كل الرهائن والأسرى سواء الإسرائيليين أو الأجانب لدى حماس. وبعد مرور ما يقارب 35 يوما من هذا القصف الشامل، يعني بلغة الأرقام إسرائيل ألقت كما هي أعلنت 35 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، وهذا الرقم بالمناسبة يوازن ما تم إلقاؤه في الحرب على كردستان في 20 عاما، أو يوازن أكثر من قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناجازاكي، وأيضا أكثر من أضعاف ما تم إلقاؤه على نظام داعش في سوريا والعراق. ومع ذلك جثة الأرض المحروقة لم تحقق إسرائيل لا أهدافها، لا تحرير الرهائن ولا القضاء على الفصائل أو المقاومة الفلسطينية، وبالتالي هنا إسرائيل ملتبسة. لكن الخطورة هنا حقيقة هو أن ما تقوم به إسرائيل منذ اليوم الأول هو تحويل غزة إلى جحيم، بمعنى الموضوع الأمر يتجاوز فقط ليس فقط القضاء على حماس أو الفصائل، وإنما أيضا يتجاوز أن ما اتخذته إسرائيل في 7 أكتوبر ذريعة لتنفيذ مخططات قديمة، هو تهجير القصر الفلسطيني، تحويل غزة إلى جحيم، القصف الشامل، استهداف كل المنشآت، الحصار الشامل، منع الغذاء والدواء والكهرباء، بحيث تخير الفلسطينيين بين أمرين، إما أن يقتل تحت القصف أو من الجوع والمرض والعطش، وإما أن يرحل من الشمال قطاع غزة إلى جنوبها ثم الحدود المصرية. هذا المخطط الخبيث وضح تقريبا في ظل تعثر عملياتها البرية، في ظل فشل أهدافها على الأرض الواقع، وبالتالي هنا كان حقيقة الدور المصري في إجهاض هذا المشروع، في وضع خطوط حمراء وضعها الرئيس السيسي في لقاءات مختلفة منذ اليوم الأول، لا للتهجير القسري، لا لتأسيسات القضاء الفلسطينية، لا للتوطين في سيناء. وبالتالي هذا المخطط الإسرائيلي جعل إسرائيل متخبطة، هي في النهاية لم تحقق رهائنها، هي تحاول مرة أخرى أن تبدي مواقف متشددة لاعتبارات داخلية في إسرائيل. حكومة نتنياهو معروف أن نهايتها الآن انتهت سياسيا، وبالتالي هي تحاول وشعبيا أيضا وشعبيا وشعبيا انتهت بالطبع، وهناك ضغوط من الرهائن والأسرى، وبالتالي هذه الحكومة المتطرفة نحن نعرف منذ فترة كبيرة منذ أن تولت الحكم في نهاية عام 22 أنها تقود المنطقة للهوية، تقود بيئة التصعيد، تتعدى على الفلسطينيين كما رأينا في حوارة وشنين وغيرها، تنتهك المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين، تقوم بالمستوطنات، وبالتالي هذا التشدد وهذا العنف وهذا التطرف في هذه الحكومة هو يقود المنطقة للهوية، وبالتالي لا يحقق أي مصالح أي طرف، وبالتالي المعضلة الآن أن هناك مأزق أمريكي، هناك مأزق إسرائيلي، لكن على الأقل هذه مع استخدام هذه القوة يعني الغاشمة المفرطة دون حتى أدنى حد قواعد الحروب، يعني عندما تقتل الأطفال والنساء، واليوم وأمس تم استهداف 8 مستشفيات فلسطينية، ويعني وسقوط العديد من الشهداء الفلسطينيين، كل هذا بيعكس يعني كل هذا يعني تعدى كل المواثيق والمحددات، إذا حتى لو هي حرب فهناك محددات ومواثيق للحروب تعدتها إسرائيل، وعلى مرأى ومسمع من الدول الغربية، وعلى مرأى ومسمع من الولايات المتحدة الأمريكية، على مرأى ومسمع من المحكمة الدولية. يعني هل إسرائيل تمتلك هذه القوة والثقة أنها لن تحاسب؟ يعني المشكلة ليست في إسرائيل بقدر ما هي في هذا النظام الدولي وفي هذه المنظومة العدالة الدولية المختلة. يعني إسرائيل لم تكن تجرؤ على أن تتحدى وتنتهك وتدوس حتى قواعد الحرب، يعني قواعد الحرب تنص حتى واتفاقية جنيف على حماية المدنيين، عدم استهداف المنشآت المدنية، على عدم استهداف المستشفيات أو المدارس، على عدم قطع حتى يعني مقومات الحياة اليومية من أكل وشرب وغذاء، ومع ذلك إسرائيل تتجرأ وتقوم بهذا لولا أنها تدرك جيدا أن هناك مظلة حمائية أمريكية، أن هناك منظومة
عداله دوليه مبتدئه لا تستطيع ولن تحاسبها. وهذا ليس جديدا، يعني اسرائيل ارتكبت في العقود الماضيه جرائم في حق الفلسطينيين، وراينا هذه الجرائم في كل الاراضي الفلسطينيه بشكل متواصل، ولم تحاسب اسرائيل ولم تحاسب امام المحكمه الجنائيه الدوليه، بل بالعكس كانت يعني تم امريكا احبطت اكثر من 500 فيتو في مجلس الامن الدولي لدوله اسرائيل. حتى القرارات التي صدرت على مجلس الامن هناك 45 قرار وفقا للفصل السادس والسابع، ومع ذلك لم تلتزم بها اسرائيل، وبالتالي هذا شجعها على المضي قدما. هناك الان حكومه متطرفه يمينيه تستخدم المفاهيم دينيه، وبالتالي لديها مخططات، وهذا حقيقه سيقود المنطقه للهويه، سيشعل النيران، هذه النيران ستحرق الجميع حقيقه، هم لا يدركون هذا وامريكا لا تدرك هذا. هي الان هم يعتقدون ان ما حدث في 7 اكتوبر مبررا وذريعا لتنفيذ مخططات وتصفيه القضيه الفلسطينيه، لكنهم لا يقرؤون درس التاريخ. الدرس التاريخ يقول الاحتلال اذا 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 الى زوال مهما استخدم من قوه، مهما استخدم من قتل وبطش وجرائم اباده، ففي النهايه لن ينتصر، لان قوه الشعوب وقوه الاراده الفلسطينيه وهذا الموقف العربي الصلب والموقف المصري الصلب وصمام الامان ستجعل هذا الاحتلال الى زوال، وفي النهايه سينتصر الشعب الفلسطيني. ودعنا لا ننسى ان بدايه القصف الاسرائيلي انها بدات قولا بانها تستهدف المنشات العسكريه، ولكن يعني في الحقيقه وعلى ارض الواقع انها تعدت كل الحدود، بل يعني استهدفت المستشفيات والمباني والمنازل السكنيه، استهدفت الاطفال والنساء، ويعني تعدت كل الخطوط الحمراء. بالطبع اسرائيل منذ اليوم الاول حتى الان يعني هي تعدت يعني الخطوط الحمراء وامارها الحمراء، هي استهدفت كل، هي جعلت غزه كلها ساحه حرب، جعلت كل المدنيين هدف، يعني يكفي حتى بلغه الارقام اكثر من 11000 شهيد فلسطيني في شهر، يعني هذا رقم يعني لم يحدث من قبل حقيقه، يعني 70-80% منهم من النساء والاطفال والباقي من المسنين، وهم يعني هم عزل وهم مدنيين وهم ابرياء. يعني نصف او ثلاث ثلثي الان مباني غزه تهدمت اما كليا او جزئيا، يتم منع الكهرباء والماء والغذاء، حتى فرض مشروطيه وتحكيم على دخول المساعدات. وهنا ايضا نقول ان مصر منذ اليوم الاول وكانت حريصه ومصره رغم هذه التحديات على ادخال المساعدات، ونجحت في ادخال هذه المساعدات رغم انها قليله، لكن للاسف الشديد الجانب التعنت الاسرائيلي والمواقف المتبسه الامريكيه هي بتفاقم من هذه الاوضاع الانسانيه، وبالتالي اسرائيل تحت دعاوى وتحت يعني سياسه الهستيريا الانتقام وتحقيق اي انتصار تقوم بسحق كل شيء في طريقها، المدنيون العزل، حتى في الحروب، حتى مبدا التناسب، يعني لابد ان يكون هناك التناسب بين الفعل ورد الفعل، لا يمكن ان يكون رد الفعل ان يؤدي الى اباده جماعيه للشعب الفلسطيني، ان يتم اخلاء قطاع غزه وتصفيته من سكانه، هذه جرائم متكامله وللاسف تتم وسط مرأة من العالم والنظام الدولي والنظام الغربي، وهذا التعاطف الغربي وهذا يعني هذه المواقف الصادمه، ومع ذلك لغه المصالح والمؤامات السياسيه ما زالت تحكم الجانب الامريكي. جزيل الشكر لك دكتور احمد سيد احمد، خبير العلاقات الدوليه.